لكم يا جميع. بداية تنشكر الناس كبارا وصغارا، نساء ورجالا، داخل الوطن وخارج الوطن، على التبريكات بأن مدام قناة ديالي تفعلات. ولكن نقول لكم احنا ما وصلنا إلا بفضل الله ثم بفضلكم. كذلك الجالية المغربية ديما حاضرة معنا وبتعليقاتهم، وحنا تنفهموكم سواء كتبتوا بأي لغة، لأن القلب تيحس بالقلوب اللي تتبغيه لله في الله. فشكرا لكم بحجم السماء، شكرا لكم على المساندة لأخي يوسف الزرولي. وأنا دائما تنقول لكم وكنت سباقة أنكم تشبتوا بهذاك قانون تفريج الهم، واللي ما فهمش شنو هو هذا قانون تفريج الهم ارجع لصندوق الوصف، غادي نخلي لكم هذاك الفيديو. شبتوا به لان مازال مفاجآت تخرج، وهانتم تتشوفوا الاحداث الاخيره، وان شاء الله النصر من حليف اخي يوسف الزرولي. واليوم جيت نبشركم ان الحب ديال خويا يوسف الزرولي مهما كان الحكم ومهما كانت الظروف العصيبه اللي تيمر فيها، فالناس متشبتة به وغادي تستمر معاه الى اخر نفس في حياتها. وجبت لكم فيديو اللي تاكد هذه الهضره، وجبت لكم الكلام الصادق اللي صادر من عند اختنا طيبه المحسنه الكريمه اللي عطاها اللي عطاها اسرار الغربه رقم الهاتف ديالي، ورسلات اوديو تشكر السوس بصفه عامه والسوسيه بصفه خاصه على الالتفاته اللي درت لها. وانا تنقول لك اختي العزيزه، انا دائما قناه اجي تفهم علاش انا هنا، تتناصر خويا يوسف الزرولي، وتتناصر اي واحد تيناصر خويا وتيتضامن معاه تتازروا. فهمتوا ما تتشوفوا مؤخرا انني درت فيديو على خونا سي عثمان الدريوشي، اللي من هنا تنترحم على الوالد ديالو، وتنقول لكم دعوا مع هذا الاخ الكريم على الوالد ديالو، لانه فعلا تيستحق الدعاء ومسلم. والحمد لله خلى موراه رجال ثم رجال، رجال اللي تنفتخر بهم، ومنهم على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر سي عثمان الدريوشي، هذا الرجل اللي دائما وابدا الشعر ديالو انه يقول الحق، والشعر ديالو انه لا يخشى لومة لائم انه يقول كلمة حق. فمن هنا تنتحيوك خويا سي عثمان الدريوشي، وباسمي وباسم جميع المغاربة قدم لنا احر تعز الاسرة الكريمة. ونخليكم مع المفاجأة الكبيرة ان اختنا الكريمة المحسنة الشاهدة اللي قدرت انها تعبر عن الحب ديالها المغاربة وعلى خويا يوسف الزرولي بصفة خاصة، ومتشبتة به ومتشبتة بالمناصرة ديالو. فتنقولي لك الله يكثر من أمثالك، وحنا راهنا الإشارة مستعدين أي حاجة بغيتي نديروها معاك، ومستعدين أننا نضلوا وحتى إن شاء الله يبان هذا الحق، وإن شاء الله النصر من حليف أخي يوسف الزرولي. فنخليكم مع الفيديو، وتأكدوا أن نعيمة دائما تتفتخر بكم، وإني السلام عليكم. جوهرتنا جوهرة سوس، جوهرة المحترمة، جوهرة المؤدبة. كنقول لك شكرا بزاف، وكنشكرك بزاف على الدعم ديالك وعلى التكريم اللي درتي ليا، وكنشكرك بزاف، وكنشكر القنوات كلهم اللي كيهضروا فيا مزيان واللي كيهضروا فيا خايب، تنشكرهم وتنقول لهم شكرا جزيلا. وحنا معروفين علينا السوسيات، المرأة السوسية كتبقى ديما مؤدبة ومؤثرة، والمرأة المغربية كلها كنحترمها وكنقدرها، وكتبقى ديما شجاعة وقوية.
وانا اخت جوهرة سوس، كنحيي لك القناة ديالك اللي هي قناة مؤدبة وقناة قوية وقناة عمرنا ما سمعنا فيها الشتم او لا كلام قبيح او لا كلام ولو فيه شي كلمة خبيثة. لا، ديما كلامك جوهر، ديما كلامك غيبقى جوهر، وراكي انتي بحال الجوهرة، وراكي انتي اصلا جوهرة، قناة جوهرة. تحية اللي عطاك هاد السمية واللي طيح لك هاد السمية، وكنشكركم بزاف لان دعمتوني، وانا الحمد لله قوية ومرا قوية، والسوسيات معروف عليهم قويات، وغنبقى ديما قوية وغنبقى تابعة ومتبعة حتى ان شاء الله يطلق الله سراح يوسف خويا الزرواني. الله يطلق سراحه، الله يجعل سيدي ربي يطلق سراحه يا رب، ما هو مظلوم يا رب. انا ديما غنبقى قوية وديما غنبقى واقفة والحمد لله. واختي جوهرة سوس كنسلم عليك بزاف، وكنحييك من هذا المنبر، وكنشجعك على القناة ديالك، وعندك قناة زوينة تبارك الله ما شاء الله، داخل المغرب وخارج المغرب تيشكروها لك. ومني كنكونوا في اوروبا جالية المغربية وداخل المغرب كلشي كيسمعها وكلشي كيتصنت ليها وكلشي كيدعمها، وهي ديما جوهرة سوس وغتبقى ديما جوهرة سوس. اقسم لك بالله العلي العظيم اختي جوهرة سوس، الى صوتك عظيم يا رب، واحد الصوت عندك كيعجبني بزاف بزاف. واللي قال لك جوهرة واللي سمى جوهرة سوس ونعم إليه، أقسم لك بالله والحمد لله. ومن هذا المنبر كنسلم عليك، كنسلم على تو لا فامي ديالك، وكنسلم على المغاربة كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. وأنا ديما غنبقى قوية وديما غنبقى واقفة مع خويا يوسف الزروالي، وديما غنبقاو مداعمينه إن شاء الله وبجهد الله، يخرج ان شاء الله ويطلق الله سراحه، وحنا عندنا ثقتنا في القضاء. والحمد لله والحمد لله، المغرب ديالنا زوين، المغرب ديالنا القضاء ديالو كل شيء عندهم زوين، يقبضوا الحق يقبضوا الحق والحمد لله. وكنقول لك اختي سمحي لي، كنت غادي نطلع لعندك ان شاء الله لتارودانت، انا حيت ساكنه في غابه وحاليا كنتوجد ان شاء الله في المطار، غادي نسافر ان شاء الله، غنمشي للديار الاسبانية ان شاء الله. منين نرجع ضروري غادي نزورك، وضروري على قبلك كنت كندير مطار محمد الخامس، غادي ننزل ان شاء الله في اكادير، ومن اكادير راك عارفة الطريق قريبة لعندك لتارودانت، وغنجي وغنجيب لك معايا واحد المفاجأة وغنفاجئك ان شاء الله. الجوهرة سوس، الجوهرة ديالنا اختي جوهرة سوس، كنقول لك زيدي في العمل ديالك وزيدي في تجويد القرآن ديالك، اقسم لك بالله العلي العظيم الى الناس كيرتاحوا ملي كيسمعوا داك الصوت اللي عندك وداك التجويد اللي كديري. وكنشكرك وكنشكرك بزاف، وكنشكرك وكنبوسك بوسه كبيره. ومع لوغوزمون جاني سفر مستعجل، خصني نمشي في حالي لفرنسا، جاني سفر مستعجل وغنسافر ان شاء الله، غير ندخل المغرب وغندير ان شاء الله غندير جنيف اكادير، ما غنزلش في كازا، غندير اكادير وغنجي عند اختي ديريكت. كنقدم لك تحيه وكنشكرك بزاف، ورحنا ديما غنبقاو واقفين مع خويا الزروالي، وشهدنا شهادة الحق وقلنا داكشي اللي درنا
وقلنا داكشي اللي شفنا والحمد لله، وباقين غنعطيوه وباقين غندعمو وباقين غادي نعاونوا ان شاء الله الناس اللي ما عندهمش، وباقين غنعاونوا الفقراء، وباقي ان شاء الله غنديروا جمعيه كبيره في المغرب وان شاء الله. وهذا الشيء غيبقى غير معاوده، والمؤمن مصاب والمؤمن مصاب. وخويا الزروالي ما عرفتي ربي شنو مخبي لك وشنو علاش مخبي في ديك البلاصه، وما عرفتيش علاش ربي دارك في ديك البلاصه وتخبيتي فيها. المؤمن مصاب وانت في ديك البلاصه وانت فرحان، وانت فرحان الحمد لله. وشكرا جوهرة سوس، وكتبقاي ديما جوهرة، والله يخليك ديما جوهرة، والتحية لك. وشكرا اختي، شكرا بزاف، شكرا بزاف، شكرا بزاف.